الموجز الإخباري من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. استشهد 3 لاجئين فلسطينيين أمس الأربعاء جراء استمرار الهجمات والقصف على مخيمات اللاجئين في سوريا. تواصل قوات الاحتلال اليوم 6 على التوالي حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت نوابا وأسرى محررين ونشطاء من الفصائل وطلبة في جامعة بيرزيت، ما يرفع حصيلة المعتقلين الإجمالية إلى أكثر من 300 معتقل منذ بداية الحملة. اقتحم عشرات المستوطنين من طلبة المعاهد التلمودية باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حراسة شرطة الاحتلال. استمرت المعارك في قضاء تلافر الاستراتيجي شمالي العراق لليوم 3 على التوالي، فيما يشهد مجمع مصفات بيجي في محافظة صلاح الدين اشتباكات متقطعة بين القوات العراقية ومسلحين يحاولون السيطرة عليها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.